ومعانا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ محمد مراد الصحفي من ملعب برج العرب. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيماء، وبارك لك على البرنامج، ودايما كده مطلقه واضافه لاي قناه روحيه. الله يخليك. وفي البدايه طبعا عايزه اطمن على الاجواء اللي موجوده دلوقتي في برج العرب. يعني هي الاجواء هاديه جدا للغايه امام البوابات، اقبال جماهيري ضعيف جدا جدا. يعني هدوء، مش يعني مش متعودين عليه في ماتشات المنتخب تحديدا، يعني بيبقى في اقبال جماهيري كبير. لكن البلاد دلوقتي يعني فاضل ساعتين على الماتش، ساعتين ونص على الماتش، لغايه دلوقتي شايف ان البوابات فاضيه بنسبه كبيره. حتى اعضاء ومسؤولي اتحاد الكره بياكدوا ان ما فيش اقبال على التذاكر، يعني لغايه امبارح حوالي 11 او 12000 تذكره بس اللي اتباعوا. طبعا عرفت يعني طبعا ان اتحاد الكره دلوقتي بيبعت لانديه الاسكندريه، او الحاج عامر حسين تحديدا بعت لانديه الاسكندريه والاكاديميات والمدارس الكره ان هم يحضروا الماتش. بقى في شكل للجمهور في الملعب امام ماتش النايجر. لكن زي ما بقول لحضرتك، البوابات بتتقفل امتى؟ البوابات هتقفل قبل الماتش بتاع، لكن خلاص هو الماتش الدنيا هاديه، فالبوابات اعتقد انها تفضل مفتوحه على امل ان يحضر يبقى في اقبال جماهيري لغايه اخر دقيقه. هم بيقفلوا، بس بيضطروا يقفلوا البوابات لو في يوم ماتشات عليها اقبال جماهيري، بينبهوا مثلا انها قبلها بساعتين او في. لكن اعتقد الماتش النهارده هيفضل البوابات مفتوحه لغايه اخر قبل 10 دقائق من الماتش على امل ان يبقى في حضور جماهيري كبير النهارده في ماتش النايجر. استاذ محمد، من وجهه نظر حضرتك ايه سبب الاقبال الجماهيري الضعيف النهارده على مباراه مصر والنايجر، رغم ان احنا كنا متعطشين جدا لرجوع الجماهير مره ثانيه للمدرجات؟ والله يعني هو كذا سبب، يعني سبب رئيسي ان هو ماتش النايجر، يعني ده سبب رئيسي. طبعا في برضك بعد الملعب، وكان في بعض التحفظات الامنيه من بعض الجماهير على الدخول، الصعوبات اللي بتواجه بعض الجماهير ان هم يدخلوا الاستاد، ان الطريق امام بوابات برج العرب بيبقى طريق رايح جاي بس، ما بقاش فيه زي ما فيش كذا مكان يدخلوا منه الجماهير، فده بيسبب زحام وبيسبب بطء في الحركه ان هم يدخلوا جوه الاستاد. فده سبب كبير جدا وراء عدم اقبال الجماهير. حتى بعض الروابط كنت بتكلم معاها ان هم كان المفروض يجوا، وتحديدا رابطه منتخب مصر، معظمها مش موجود، يعني قال لك اصل الماتش مش مهم قوي وماتش النايجر. غير كده ان المسافه بعيده عن المحافظات، سواء بقى القاهره او الاسماعيليه او المصري او بورسعيد او الغربيه، معظم الاعضاء رابطه منتخب مصر من الانديه دي. فكنت بتكلم معاهم فقال لك ان هو بعد المسافه، الاجراءات اللي بتبقى قبل الماتش، ده سبب قوي ان هم ما حضروش للماتش النهارده. طبعا التشكيل يعني خلاص يعتبر شبه رسمي، خلاص يا شيمان احمد الشناوي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، احمد المحمدي يمين، حجازي ايمن اشرف شمال، احمد حجازي وباهر المحمدي لاعب الاسماعيلي مساكين او مدافعين، قدامهم طارق حامد وعلي جزار ومحمد النني، ثلاثه بندرات بس النني هيبقى متقدم شويه، محمد صلاح جناح يمين وتريزيجيه جناح ايسر ومروان محسن مهاجم وحيد. ده خلاص بنسبه 100% ان شاء الله ده التشكيل الرسمي اللي هيلعب بيه النهارده اجيري في اول ماتش رسمي ليه او اول ماتش ليه مع المنتخب. ان شاء الله نتمنى ان المنتخب يقدر يحقق نتيجه ويقدر يحافظ، ان هو يعني لا قدر الله في اي حاله اي نتيجه غير الفوز هندخل نفسنا في حسابات، يعني مش هقول حسابات بيرما من الاول، صحيح يبقى فيها هنقعد بقى نستنى النايجر تتغلب على ارضها وزون السكرت. فاتمنى النهارده ان الفوز بتاع النهارده فوز مهم جدا، تحديدا احنا خسرنا الماتش الاولاني امام تونس، فلو اي نتيجه غير الفوز النهارده يعني لا قدر الله هيدخلنا في مشاكل ان شاء الله. باذن الله يكون الفوز النهارده حالفنا والحظ الكويس باذن الله. بشكرك جدا استاذ محمد مراد الصحفي.